يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ثبت إصابة أحد الطلاب بمرض إنفلونزا الخنازير، وامتنع المعلمون عن دخول غرفة الصف الذي يوجد فيه هذا الطالب، هل فعلهم هذا ينافي التوكل؟ لا، هذا من الوقاية. إذا ثبت أن هذا يعدي دخوله الفصل يخشى منه العدوى فهذا من باب الوقاية، لكن هذا يرجع إلى الأطباء. إذا قرر الأطباء عدم الدخول على هذا الفصل فيؤخذ بقولهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لبس الساعة الذي والذي يحصل به المقصود أن الطالب نفسه يعجل ولا يترك يدخل الفصول أو يجي للمدرسة، يعجل حتى يشفيه الله ويعالج. نعم.